تحياتي، كيفكن أصدقائي؟ جات لكم اليوم فيديو جديد. بفيديو اليوم كمان رح زور متحف نتعرف على أقسامه ومقتنياته. يلا نبلش. هاي أنا حاليا بهو المتحف، يلا نبلش جولتنا. قصة المجوهرات هاي خلينا نشوفها. طريقة عرضها كثير عجبتني، إنه حاطين مراية فيك تشوفها من الاتجاهين الأعلى والأسفل. هذا درع حديدي لجندي صيني قديم. مثل ما بنشوف بكليشة كل شغلة بيكون في QR كود. QR كود تمسحه بموبايلك إذا حابب تقرأ أكثر عن هالشي أو تتوسع فيه أكثر. قديما لما الأسرة الحاكمة كان حدا منهم يموت كانوا يكفنوه بهي الطريقة. طبعا هي الحجار هي أحجار كريمة مربطة مع بعضها بأسلاك ذهبية. هذا الحجر اسمه حجر اليشم، نوع من أنواع الأحجار الكريمة. هيك كانوا يكفنوه جثة إذا حدا من العائلة المالكة توفى. عم نشوف شوية مجوهرات وأحجار كريمة. هاي الحجرة كانوا يعزفوا عليها موسيقى، يضربوا عليها بعصي فيطلع صوت موسيقى، فكانت هي عبارة عن آلة موسيقية. نشوفها. هاي محاكاة، كيف كانوا يصنعوا الفخار على النار، يصنعوا الأواني الفخارية. هدول هون بهذا القسم كله عبارة عن تماثيل بس بأحجام كبيرة. كلها تماثيل لعائلة داينستي بحكمة الإمبراطورية الصينية. هاي رقم مكتوب على الحجر اللغة الصينية القديمة. هون كمان مخطوطات باللغة الصينية القديمة. طبعا مثل ما قلت سابقا هاي اللغة ما عاد حدا استخدمها ككتابة كلفظ نفسها، لكن ككتابة تطورت كثير وما عاد حدا استخدم هاي الرموز. طبعا كل تمثال هون هو بيمثل عائلة أو عائلة إمبراطور حكمت
الإمبراطورية الصينية. مثل هذا التمثال كاتبين إنه العائلة سي اللي حكمت من 618 ل 907 ميلادي. فكل تمثال هون بيمثل عائلة معينة أو إمبراطور معين. هذا رأس بوذا. شوف هذا الضريح لأحد الأباطرة الصينيين. هون هي الشاشة عم تشرح عنه أبعاده أقسامه. قسم مجوهرات. نشوف هذا الخاتم، وحجرة الخاتم فيه صورة بس مو واضحة كثير، كأنه صورة شخص أو شيء. مثل ما نشوف هذا باب ضريح أو باب مقبرة. هذا القسم الأخير بالمتحف عن العمارة الصينية. في هذا الجزء رح نشوف العمارة الصينية تفاصيل عنها. طبعا بالعمارة الصينية القديمة كانوا يعتمدوا على الخشب إنشائيا. كل مبانيهم كانت من الخشب، عدة طوابق، 5 طوابق أو 6 طوابق. هاي صور لتصاميم البيوت الصينية القديمة، وهون عاملين ماكيتات خشبية لنفس التصميم. عم نشوف هاي الصورة، هذا الماكيت الخشبي. صراحة هدول كثير حلوين. مثل ما ذكرت سابقا العمارة الصينية فقط بتعتمد، العمارة الصينية القديمة بتعتمد على الخشب، حتى إنشائيا كان كل شغلهم خشب، ما في بيتون ما في حديد. هذا نفسه بالصورة تماما تصميم. لهون صارت الأبنية الطابقية. هذا نشوف الصورة، هذا هون
شيء كثير متقن وجميل. هون لسه تصاميم أحلى بكثير. كمان هون كيف كانوا يبنوا سفوح الجبال ببنية خشبية، فعاملين جدار محاكاة لسفح جبل، يعني فاهمين عليه هذا المبنى الخشبي. هي كانوا سابقا على قمم الجبال، هي الأبراج يبنوها، هي حاطين صور لإلها. كيف هذا كمان مكيت خشبي. هون دي هذا القسم عبارة عن لوحات صينية قديمة جدا. وضخمة جدا هي اللوحات، هي كانت على جدران معابد أو جدران قصور. أصدقائي هيك بتكون خلصت جولتنا لليوم. إذا عجبتكم لا تنسوا تضغطوا لايك وسبسكرايب، تعملوا لها شير مع أصحابكم. نلتقي قريبا. كان معكم محمد المنصور، سلام.